بكفي ياسمين، شكلك اليوم كتير متضايقة وجاية تفشي خلقك عنا. صدقيات، لما أكون متضايقة ومعصبة أكثر مكان أرتاح فيه هنا. برافو، طيب هيدا الصح. كل مجهود بنعمله بالرياضة بيطلع هاي الشحنة السلبية اللي فينا وبيخلينا نروق. طيب بدك تكملي؟ لا خلص، لازم أبدل ملابسي وأروح لصديقاتي. كل يوم بتبهريني ياسمين، أنت كيف بتلاقي وقت ومود لكل هالأمور؟ أول ما جيتي كنت كتير متضايقة. ذكرتيني ببابا الله يرحمه، كنت دائما أقول له أنت كيف كذا؟ واللي يشوفك يقول لا عندك شغل ولا مناغصات ولا شيء، كان أكبر همك بالدنيا إحنا.